أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة النبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.